ظهر في القرن السادس شخصية، هذه الشخصية الآن تسمى بشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي تأثر كثيرا بالفكر التلمودي والفكر الإسرائيلي. نعم، وهو شامي يعني من سوريا، من حران. نعم. وهو أيضا كان يعيش في حارة اليهود في الشام، وكما وصفه أحد معاصري من كبار علماء أهل السنة والجماعة الإمام الحسن الدمشقي، قال هذا فرخ من أفراخ اليهود. نعم، طبعا هذا بعد تصريح أن خطير يعني، طب مش نعم. نعم. نعم وهذا موجود الآن، يعني قال فرخ من أفراخ اليهود. لماذا؟ لأن ابن تيمية أيضا أدخل الفكر التلمودي والفقه التلمودي، الفكر والفقه التلمودي نعم، خطير جدا. يعني الفكر أحكامه هو التلمودي هو الذي يسيء إلى الأنبياء، الذي يقدم الأنبياء بطريقة فيها الكثير من الهوس الجنسي والانحراف. والدناء الفكر والحقارة. التلمودي الذي شوه صورة الأنبياء، الذي أيضا شوه حتى الذات الإلهية، قدم الله عز وجل بطريقة فيها تجسيم. نعم، هذا الفكر التلمودي للأسف فكر خطير جدا تبناه ابن تيمية، ونظر له من خلال الروايات، خصوصا هذه الروايات الإسرائيلية والآيات المتشابهة في القرآن الكريم. أيضا ابن تيمية أدخل إلينا الفقه التلمودي. الفقه التلمودي يعني الفقه التقطيدي الوحشي الإجرامي الداعشي. من هنا نحن نجد في كتاب ابن تيمية في مجموع الفتاوى أكثر من 476 فتوى بالقتل، حتى قتل الأب والأم وقتل كل يعني كل 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 من يخالفه. أدخله كما ذكرت تحت مسمى، تحت شعار الإسلام، والوهابية تبنت فكر ابن تيمية.